قضية أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن منا لم يشاهد فيديو هذه العجوز وهي تناشد ابنها؟ قالوا هو ورث الوحيد يديني بابا رامي في لقان تفاعل الجزائريين الرهيب في هذه القضية جعلنا نتنقل إلى عين المكان أين تقربنا من المواطنين لمعرفة حيثيات القضية. أي عجوز هذه أم أرباها أولادها سكيل الله غالب عليها سكيل يديها شوف يديها مراد الدارس ليها ولدي كافي مسكينة ترماها. هنا في هذا المكان تم إيجاد هذه العجوز لوحدها، ما جعل أحد الشباب يقوم بتصوير فيديو لها وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. خويا العزيز الله يسترك أرواح يماك هذه أرواح الله يعيشك أرواح حديها راهو رماوها أولادها أرواح عرفتها أنت يا خويا العزيز وبرطاجي خويا الفيديو هذا. ولأن شعارنا الصدق والمصداقية ونظرا للكم الهائل من الجزائريين الذين يريدون التكفل بالحاجة، إلا أننا ووفقا لمصادرنا الخاصة والمؤكدة فنحن نطمئن الجزائريين بأن العجوز عادت إلى منزلها، ولكن تعذر علينا أخذ تصريحات المعنيين في القضية، فالحمد لله على سلامتها.